راك احسن شاطئ على الصعيد الوطني وعلى الصعيد الافريقي وعلى الصعيد العالمي هو شاطئ بالوما. شو هادي؟ شو يجي عندنا شي اجنبي وتبحر انا؟ شو هذا؟ ما تنبغيوهاش احنا بحال موكل نشوفوا روسنا كانك مغاربه راه تضربنا النفس راه حشومه. انا جمال من ساكنه ديال شاطئ بالوما. المهم راكم شفتوا كما شفتوا في الاول ملي دخلتوا شميتوا هذه الرائحه التفوح مال القادوس هذا اللي تيشكل خطر على علينا وعلى الساكنه وعلى المصطفين. هذا ولا خطير جدا. المياه ديالو راك تشوفوها خضره دايزه مسخه خانزه تتصب مباشره في الشاطئ. اللي يمكن حتى الاسماك اللي كاينه هنا ولا الروطال ولا بوزروق ولا الناس اللي تتمعش من هنا ولا هادشي خطير. دابا هادشي يمكن هاد الحوت وهادشي قد يقتل بنادم. حنا ما قالناش نقدو ناكلو حتى الاسماك ديال شاطئ بالوما. دابا تنطلبوا من المسؤولين التدخل الفوري الفوري الفوري. كيفاش نقول التدخل ديال السيمانه الجايه ولا الشهر الجاي ولا تيدوز الصيف ولا اليوم غدا اليوم قبل غدا باش يجيو يلتاجوا يسدوا يحبسوا علينا هاد القادوس هذا. حنا ما كرهناش يتحبس لان هذا تيشكل خطر علينا على ولادنا علينا حنا بصفتنا حنا كنسكنوا هنا ماشي تنجيو تندوزوا 3 شهور ديال الصيف ولا شهرين تمشوا بحالاتنا. حنا تنقضيو 12 شهر هنا بالاكمال ديالها يوما عن عشيه عن صباح على كل شيء على ساعه على كل شيء. تنتمنوا من جهه المسؤولين باش يلتفتوا التفاته اليوم قبل غدا باش يجيو يسدوا علينا هذا المصرف اللي تيصب هذه المياه الخانزه اللي تتعكر الجو ولا تتعكر الشاطئ ولا تدير المشكله. ما يمكنش شي واحد غادي يهبط يعوم وما غاديش يشرب الماء. ما يمكنش راه ما يمكنش راه تهبط تعوم تضربك موجه تشرب الماء. حنا راه ولاد البحر راه تمشيو تنعوموا تضربك موجه بزز منك ما تشرب الماء واخا تكون طير في العومان. حنا كنا هنا متر ناجورات خدمنا هنايا راه ضروري تشرب الماء. هذا الماء هذا نشرب منه دري صغير هبط لي غادي يدير ليه مشكله على الصحه ديالو. كاين تاثير هنا حتى الدراري راه ما بقاش في الصحه ديالها هي هذيك. راه تنشوفوا الابناء ديالنا حنا راه ما بقاش عندهم الصحه هي هذيك من النار بدا هذا القادوس هذا. راه عباره على حساسيه شني ولا الناموس الدبان هادشي هذا كاع جمعوا هذا القادوس هذا راه مصيبه كحل هذا. راه احسن شاطئ على الصعيد الوطني وعلى الصعيد الافريقي وعلى الصعيد العالمي هو شاطئ بالوما. الناس كانت تسكن هنايا تتجي من فرنسا من البرازيل من اسبانيا من كل شيء كانوا تيجيو تيصطافوا هنا في هذا الشاطئ هذا. ولحد الان راه باقي لي كابانو ديالهم كما تشوفوا هاد الكابانو ديال النصارى هذه اللي حدا ديال العود ديال النصارى. يعني هاد الكابانو كلهم اللي تشوف فيهم ديال العود راه كانوا ديال النصارى. يعني اللي تخلاو دابا ما بقاوش بغاو يجيو على قبل هاد القادوس. دابا تلقى عيب عيب تلقى هاد الشيء دابا تشوفوا دابا من كثره الجماليه كانت ديال الشاطئ النصارى من اللي كانوا هنايا راه كانوا منظمين الشاطئ ديالهم كانوا مقادنوا راه كانوا تيجيو هنايا تيجيو الرمله تيغربلوها تيجيبوا لي تراكتور وتيقادوا الرمله وتيديروا داك الشيء زوين وتيدوزوا الرينك وتيقادوا المسائل ديالهم والدجاجه ما تتبقاش في البحر. دابا راه ملي تنشوفوا المصيبه الكحله راه حنا راه بحال شو هادي؟ شو يجي عندنا شي اجنبي وتبحر انا؟ راه شو هذا؟ ما تنبغيوهاش احنا بحال موكل نشوفوا روسنا كانك مغاربه راه تضربنا النفس راه حشومه.